عملية التكيس عملية مهمة جدا للحفاظ على الثمار من الحشرات والأمراض الفطرية أو الأحوال الجوية الغير مناسبة. طب بنعملها إمتى؟ مهمة جدا إن إحنا نكيس عند التلوين. خلينا فاهمين، أول ما تبدأ تلون ممكن أحط الكيس أو بعد، لكن قبل العملية دي ممكن تأخر لنا موضوع النمو بتاع الثمار. هعملها ازاي؟ عبارة عن كيس بلاستيك مخرم تخريمات دقيقة بحيث ان ما تمررش اي حشر تدخل جوه الكيس، وتكون مفتوحة من فوق او مفتوحة من تحت، لكن الافضل ان تكون مفتوحة من الطرفين عشان اقفل من طرف والطرف التاني افتح عشان لو اجريت عملية الجمع على عدة مرات. ايه الفوائد اللي انا بجريها من هذا الموضوع؟ انا ما بحطها ساعة التلوين، فأنا بضمن تجانس في تلوين الثمار. تاني حاجة، حميها من الحشرات ومن الفطريات. تالت حاجة، من الأحوال الجوية سواء الحرارة الشديدة أو الجفاف العالي. وفي بعض الأحيان بحطها لعملية التبكير أو التأخير حسب لون الكيس. وبالتالي مهم جدا إن احنا نقول إن أغلب التجارب الناجحة بموضوع الكيس الأبيض بينفع في مصر العليا أو في الأماكن الأكثر جفاف والأكثر حرارة وسطوعا للشمس، لكن الأخضر في الأماكن متوسطة الحرارة ومتوسطة الرطوبة، وبالتالي دي بتكون أفضل في عملية التكيس.